والآن مع فينيسيوس، حتى فول هنا. إيدرسون يتصدى لكن ما زالت، يا رب هذا التوقيت ضربة رأسية يا لعيب، فرصة هدف الآن من ضربة رأسية في المرمى، يا رب على هذا الهدف. سيداتي نساتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. هذه أجواء كرة قدم حقيقية، هنا أجواء نعشقها في ملاعب كرة القدم. ومعكم من كابينة التعليق محبكم فارس عوض. هذه تحية محدثكم فارس عوض، وأتواجد معكم اليوم من كابينة التعليق. فريق مانشستر سيتي يواجه فريق ريال مدريد، أتمنى بأن تكون المباراة على قدر الحدث وأن تلبي كل الرغبات وأن تكون بقيمة ومكانة الفريقين. ميروسلاف كلوزا، قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات. مارسيل ديسايه، شوف تبادل الكرات بكل هدوء، البحث عن مساحة، البحث عن ثغرة في خط الدفاع. حارس في مكان جيد وينجح في إيقاف هذه الكرة. إيدرسون يتدخل ولكنها مستمرة. ريال مدريد يفقد الاستحواذ الآن. صافرة وخطأ لمصلحة ريال مدريد. إلكاي غوندوغان يستعيد الكرة بهذا التدخل، والآن مع فينيسيوس. حتى فول هنا في هذا اللقاء من نصيب فينيسيوس جونيور. نشوف الهدف من جديد، نشوف اللعبة كيف كانت، نشوف كيف كان تحت الضغط الكبير لكن عرف يتصرف. انظر إلى النهاية، انظر إلى التسجيل. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. مانشستر سيتي أصبح في الفترة الأخيرة واحد من أفضل الفرق العالمية، رجع لمنصات التتويج والبطولات وأبرز كان لقب الدوري في عام 2012 بعد غياب استمر لمدة 44 سنة. رونالدو، تدخل ناجح على الكرة، بتروح لرونالدو. كاسيميرو يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ. باستوني، كاسيميرو، البحث مستمر عن التعادل ولكن بهدوء وبدون استعجال، لكن خلاص ضاعت الكرة وضاعت الفرصة. فرصة هدف التعادل، ضاعت الكرة، ضاعت أمام المرمى، البحث ما زال مستمر عن هدف التعادل في هذه اللحظات، ضغط مستمر لن يهدأوا حتى يسجلوا في هذه المباراة. مع الصافرة نخرج إلى الاستراحة ما بين الشوطين. السيتي يجري التغيير الآن. الشوط الثاني يبدأ بأقدام لاعبي ريال مدريد. الآن مع سقراط، ماركوس راشفورد، رونالدو، تصدي سهل من إيدرسون. راحت الكرة من مانشستر سيتي. هاري كين، الله على التدخل المثالي، شوف كيف خلص الكرة. محمد صلاح، والحارس يرتمي بكل أناقة بكل هدوء يتصدى لهذه الكرة. هذه لعباته عودنا عليها، تقدير سليما بيبعد الخطورة.
هاري كين يتدخل ويستعيد الكرة. كاسيميرو، الكرة الآن مع الفريق الخصم. ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. إيدرسون يتصدى لكن ما زالت، يا رب مستحيل التسديدة. الله على هذه الروعة، على الطاير في الشباك. تأتي الآن إعادة الهدف، ونشوف كيف حاولت حارسة المرمى وقدمت في التصدي الأول الكثير حقيقة من المجهود، لكن المتابعة كانت موجودة. إذن نعود للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. مانشستر سيتي يجري تبديلا في هذه اللحظات. هاري كين كانت قريبة جدا من المرمى، فرصة خطيرة جدا، كان عليه ان يضربها داخل الشباك. وصل الكرة براسه لكن فشل في توجيهها داخل المرمى. نلعب الان في الدقائق الست الاخيرة من عمر المباراة. بيليه، راشفورد بيلعب الكرة في طريقها للمرمى، الحارس يترك المرمى، التصويبة في الشباك بكل سهولة. مع إعادة الهدف أسئلة تطرح في هذا التوقيت عن دور الدفاع في هذه اللقطة اللي ترك المرمى فاضي. ثلاثية ثقيلة الآن، هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. تنطلق إلى صفر في هذه المباراة مشاهدينا، وأعلنت عن فوز أصحاب الأرض اليوم. أداء كبير من الفريق، سيطر على الملعب، نتيجة تعبر عن الوضع بالتأكيد. انتصار مريح يجعل الفريق عنده ثقة كبيرة في قادم الأيام. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، هذه أجواء حماسية، نلتقي مع حضراتكم في مباراة نتمنى بأن تكون بروعة هذه الأجواء. معكم فارس عوض من كابينة التعليق، وسعيد بالتواجد معكم من مركز التعليق، نتواجد مع حضراتكم، سعيد بصحبتكم اليوم في هذه المباراة. فريق مانشستر سيتي في مواجهة البرازيل، مباراة مهمة لأي مدرب ولأي فريق للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية، وأيضا فرصة لتجربة بعض الخطط المختلفة. وصول الدعم للزملاء في هذا التوقيت. تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. إلكاي غوندوغان، رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. رونالدو، فرصة هدف في هذه اللحظات. أوه، هدف الافتتاح، التقدم يأتي، الشباك تتحرك. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. تماس لمصلحة المنتخب البرازيلي. رونالدينيو، رونالدو، تدخل دفاعي قوي، افتكاك للكرة في المناطق الخلفية. كرة مع سقراط، رونالدو، السامبا في حالة الهجوم الآن. الهجوم ينتهي بدون خطورة تذكر. أوهو، وكرة في المرمى، يعود السيتيزنز يتعادلون في النتيجة.
نشوف الهدف من جديد ونشوف الكرة العرضية الجميلة وبشكل مثالي لعبها براسه في المرمى. حلوة الكرة، هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. إبعاد للكرة من جانب الفريق الخصم. كريستوفر كوكو حكم المباراة، تضيف دقيقتين كوقت بدل ضايع. تدخل ممتاز بيخلص الخطورة من منطقته. فاطرة تأتي معلنة عن نهاية أحداث الشوط الأول. مدرب بدأ يفكر في لعب بديل في هذه اللحظات. الشوط الثاني ينطلق مع المنتخب البرازيلي. بيلينغهام، باستوني، ماركوس راشفورد. تدخل ناجح على الكرة. رونالدينيو، رونالدينيو أضاع الكرة. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. سليبا، ماركوس راشفورد، سقراط، ميروسلاف كلوزا. فرصة للتسديد، الله على التألق. شوف البراعة، شوف النجاح في التصدي. واضح المدرب راح يجري تغيير في هذا التوقيت. ضربة راسية يا لعيب، الله على هذه الكرة. نشوف لقطة الهدف مرة أخرى ونشوف كيف كان البناء والعرضية وبرأسية مثالية حطها في المرمى ولم يعطي حارس المرمى أي مجال. يستأنف اللعب حاليا والبرازيل تتأخر بفارق هدف، فهل يكون هناك رد؟ بيخلصها في هذه اللقطة. فرصة متاحة للتسجيل، ضاعت الفرصة، كانت قريبة من المرمى، حطها براسه لكن بدون دقة، وصل للكرة لكن لم يوجهها. عليه أن يكون أكثر دقة في المرات المقبلة. تدخل اللاعب يفقد الكرة. الآن بدأ العد العكسي، تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصفرة. كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. كرة سهلة بيمسك الحارس. سقراط، ماركوس راشفورد، فرصة هدف الآن من ضربة راسية في المرمى. يا رب على هذا الهدف. شوف الهدف من جديد، شوف هذه العرضية المثالية ورأسية رائعة، لم تترك لحارس المرمى أي فرصة للتصدي. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. والآن تأتي صفرة نهاية المباراة وفوز أصحاب الأرض على ملعبهم وبين جماهيرهم، فوز مستحق. الفريق عرف كيف يسيطر على المباراة وعرف كيف يعزز تقدمه، والكل في الملعب كان يشعر بأن الانتصار قد تحقق فعلاً.